تنظيم من الوكالة الجزائرية للإشاعة الثقافي وقناة النهار قام أمس هويس الشعر العربي هشام الجخ والضيف ولاية الثورة بشار بزيارة إلى واحدة من الأصرح الدينية والتاريخية للولاية، وهي الزاوية القندوسية لصاحبها الولي الصالح الشيخ محمد بن أبي زيان القندوسي، أين قدم له شيوخ الزاوية أحفاد الولي الصالح جملة من الشروحات حول الطريقة الصوفية القندوسية وعن صاحبها الشيخ محمد بن أبي زيان. التفاصيل مع طارق مغنم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في هذا المكان، في هذا المقر، في هذا الملاذ، في هذا المنزل، لا يقال إلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ويظل الإسلام هو الخيط الذهبي اللاضم بين كل أقاليم العالم العربي، مش هقول دول، هقول بين كل بلاد العالم العربي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فرحنا به بزاف بزاف، وتشرفنا بقدومه إلى زاويتنا وإلى الخزانة الزيانية القندوسية. بارك الله فيكم. والله إلا نهار كبير هذا اليوم جانا فيه هشام. أنا ملي سمعنا بالأجير بشار طلبنا، قلنا لهم لازم يجي يزورنا هنا في قناصة، لأن الزيارة زورنا هنايا ما يقارب 3000 أو 4000، يعني زائر شهرين، زائر ديني.